إنه لقاء المصالحة بين بلدتي الماري الدرزية وعين عرب السنية، لقاء جاء ليتوج الإشكال الذي حصل بين أبناء البلدتين الجنوبيتين وليؤكد أواصر المحبة والتعايش بينهما. وبحضور سياسي واسع وغياب لافت للتيار السلفي، كان الاحتفال بالمصالحة أمام جامع عين عرب. هذا العارض الذي لن يعود، لقد تجاوزناه ولن يعود مرة أخرى. العدو الواحد وإسرائيل، أما الخلاف في داخل الصف الواحد هو غمامة تنتهي بوجود الحكماء من الأطراف جميعا. ليت أهل السياسة يقتدون بما حصل بين الماري وعين عرب. ليت أهل السياسة يعرفون كيف يكون التسامح. لذلك آن الأوان لكي تكون مبادرة وطنية تخرج من الحسابات الأنية، حسابات النيابة وحسابات الوزارة وحسابات السياسة، إلى حسابات كيف نحافظ على هذا الوطن. وفي اللقاء أيضا كلمات شددت على التعايش والوحدة والتلاقي ودرء الفتنة بين أبناء المنطقة.